السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الانتخابات الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية 15 أكتوبر 2022. المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 20 إلى 28 يوليو 2022. إذا كان عندك أو راح يكون عندك 18 سنة كاملة يوم 15 أكتوبر 2022 وما كنتش مسجل في القائمة الانتخابية للبلديات الستة المعنية، توجه للجنة مراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتك مرفوق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة. بهذا تكون عندك بطاقة الانتخابية، بطاقة المواطن الفعال.